دكتور ياسر، نعرف فكرة الكازيين المستخدم من اللبن. الكازيين كما هو معروف للجميع ده بروتين اللبن. اللبن فيه 6% كازيين، يعني اللبن اللي انت بتشربه ده، كوباية اللبن اللي انت بتشربها دي فيها 6% كازيين. الكازيين ده ممكن تحصله بطرق بدائية جدا، اللي هي بطريقة التحمير أو بطريقة الجلوتين. الجلوتين ده بيبقى يعني إنزيم بينتج من كمالة العجول الصغيرة. ممكن أول إنك أنت يعني شوية حمص صغير أو بليمون تعصرها على بيتجبن، تسيب الجبن، الجبنة اللي بتطلع دي هي ده الكازيمير. الجبنة البيضة دي الكازيمير، زي الجبنة اسمها كيزر اللي هو أو كايزر يعني، وهي ده الجبنة. ولكن الجبنة بقى لو أنا شفتها هي ده الكازيمير اللي بيبقى. أنا لما لو تنشف ما فيش طبعا الجبنة بدون ملح يعني أو بالملح برضه بقى في صمت بملح وبالملح. البروتين ده علاقة بروتين حيواني، البروتين الحيواني دي مصدره اللبن مع نسبة الكازيين. ومثلا دولة زي بولندا بتنتج كميات رهيبة جدا من الكازيين يعني، وبيباع في جميع دول العالم وغالي جدا، بيدخل في صناعات كثيرة جدا. أولا يعني أنا مش عايز أفضل، بس عايز أقول إن الكازيين ده هو بيدخل في صناعة الزراير بتاعت المنطقة دي. يعني الزرار بتاع القرنين ده كازيين. بعد ما بينضغط ويتسكن بيبقى كازيين، ويلاقي بقى الزرار الغالي بتاع القميص الغالي هو ده كازيين. انما اللي هو بيحسب ده قميص رخيص، قميص رخيص. فلاقي ان هو بيطلع منه يعني الكازيين ده بيطلع منه مواد نفخة ومواد مسكنة. مثلا أولا كل بركي، كل بركي ده بيفيد بالكازيين. يعني البركي الصح يعني عايز لازم زائد بالكازيين عشان يبقى خلاص هو والخشب حتة واحدة ما يطلعش في عمره. ولو انت مسحت ميه بغيره اللي خلاص يبقى البركي تمام. الكازيين ايضا بعمل دي فينيش لأسطح الجلود. الجلود اللي هي بعد الصناعة بحاول إن أنا أعمل لها حماية بطبقة حامية للجلد، هي الكازيين، بحيث بخرج جلد عشان هي طبقة من البلاستيك، وهذا البلاستيك يحمي الجلد ويخفف الاستخدام بتاعه. وبالتالي هناك استخدامات كثيرة جدا للكازيين، بالإضافة إلى أنه كبروتين حيواني بيستخدم في الأدوية أيضا. شكراً.